هيك اليوم لما تشوف أغلب النساء عم بيشاركوا زي عيلة واحدة مجتمعين في هاليوم المميز، شو بتحسي؟ أولاً شكراً على اللقاء وشكراً على الاهتمام تبعكم في المشاريع اللي احنا عم نقوم فيها. اليوم بالنسبة لنا زي ما حضرتك ذكرتي أكثر من يوم العيد، الإحساس إنه احنا عيلة وحدة موجود من زمان، أما اليوم بنحس إنه هذا الإحساس يمكن أكثر تعزز وأخذ حيز، إنه بس إحنا أعلنا إنه رايحين نقوم في مشروع خيري للعائلات الميسورة في عسفيا، لقينا توجهات وحتى استقبلنا تلفونات من كثير نساء اللي حبوا يشاركونا في هذا اليوم ويتطوعوا ويعطوا اللي من عندهم ومن وقتهم مشان يحسوا حالهم جزء آخر معطاء في عسفيا، واللي بهمه الأشياء اللي بتصير في قرية عسفيا وبدهم يحطوا كل مجهودهم إنه هاي المشاريع الخيرية إنها تنجح. وفي هاي المناسبة بتشكر كل النساء اللي إجوا وقدموا وأعطوا وبمحبة وبرحابة صدر وأعطوا من وقتهم وتركوا بيوتهم وجايين مع إحساس كثير حلو ومع فرحة في العينين، وكل ياتن جايين يشاركوا وحاسين انه الاشي الهن، كل واحدة موجودة هون حاسة انه هي جزء لا يتجزأ من هاي المجموعة، وانه كل واحدة عم تشتغل وكأنه الشغل الها ولبيتها. لما انت تعتنى نقول بتعطف على هالانسان المحتاج بشكل عام، مقابل هيك هو بردلك كلمة حلوة او دعوة صغيرة، انت شو بتحسي؟ شو بيكون شعورك؟ أنا بقول إنه الكلمة الجميلة هي كمان صدقة. الصدقة ليست فقط مال أو حاجات نعطيها للإنسان المحتاج، كمان الابتسامة، كمان الكلمة الحلوة هي كمان نوع من الصدقة والإحسان للي قبالنا. أصلاً في تعاليمنا الدينية الله سبحانه وتعالى وصانا إنه نكون محسنين لبعض كمان في الكلمات، لأنه الله يحب المحسنين. والحسنات أو الحسنات بقدر أقول على أشكال مختلفة، ممكن تكون حسنة إنه نقدم له هدية رمزية متواضعة، وبكفي إنه نحسسه إنه في لفتي اتجاهه، إنه إحنا فطنانين فيه، إنه هو جزء من المجتمع تبعنا، إنه إحنا مش متخلين عنه، إنه إحنا ممكن نقدم له أي يد مساعدة، أي إشي بحاجة له، أي دعم، وإحنا موجودين في الساحة لأجل هذول الناس، مش رايحين نتركهم ولا مرة، ودائما رايحين نكون جنبهم وندعمهم في شتى الطرق، مش بس في أيام العيد، على مدار السنة. طيب إحنا اسمنا موقع رتانا الكرم البدناني، نتشكرك وإن شاء الله يا رب الله يعطيك أن تصدر كونك عم بتشارك في هالاحتفالات، خلينا نقولها كعك العيد. مضبوط، في كتير مبسوطة. أول إشي تفاجأت أنا بالفكرة نفسها، كانت كتير بالنسبة لي جديدة، وهالقد انبسطت بتشوف يعني شفت كل هاي النسوان، اسم الله عليكم يعني يعطيهم ألف عافية كل هالنسوان، وهذا عمل مبارك يعني، وإشي كتير مؤثر يعني، والله كثر من أعمال الخير. طيب شو بتحب توجهي كلمة للناس اللي راح يسمعوك؟ بدي أقول لهم أول إشي كل عام وانتم بخير، والله يهدي البال يا رب، إن شاء الله تنعاد الأعياد كلها المباركة على الجميع، والله يكثر من أعمال التطوع والخير، لأنه بالنسبة لأي مجتمع العمل التطوع هو بدل على التقدم والحضارة تبعه وعلى الخير. شغلني بالهوى يا ما أمر، وأنا قلبي طالع. ليل 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 ليل
المشروع كان للناس المحتاجين. أي لا معايدة يعني، هي مش أكثر معايدة مش للناس المحتاجين، إن شاء الله إنه ما فيش حدا يعني محتاج، أما أكثر إحنا حبينا نعايد البلد ونفرق شوية كعك لأنه عدية يعني. حلو. وأنا كثير كثير مبسوطة. رحتي لنا معلوم. وأنا كثير كثير مبسوطة و زي فرحة فرحة يعني، الحمد لله كثير يعني، البيت وأصحاب البيت وكله لصالح المصلحة العامة، ما فيش أي مشكلة. حلو يعني، يعني حاسة في 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 إشي معين في حاسة كثير كثير مبسوطة وكثير مرتاحة. يا هلا تفضلوا، أهلا وسهلا. أهلين. كثير مبسوطة وإن شاء الله كل الوقت نقدر نعطي قديش بنقدر المصلحة العامة وشو بنقدر وشو عنا نعطي. حلو ان شاء الله اختي هاي، ظل بيتك هيك مفتوح. قلبي دوا ولا نام، حب عمري كله انت والهوى، انت الهوى شاغل لي بالي، حيران ومالي دوا يا هوى وما اصبر. يعطيك العافية. الله يعافيك. وعرفينا حالك. مريتا الحمي من عوصفيا. يا أهلا وسهلا فيك. طيب التعاون، كلمة التعاون شو بتفسريها؟ شو بحس فيها؟ شو بتفسريها؟ التعاون، التعاون بتعني كتير أشياء. تعاون بين الإخوة، بين أهل البلد، بين الجيران، بين الأديان، بين كل شيء، هذا هو التعاون. طيب التعاون كمان بتيجي كمان بتجيب معها المحبة وبتجيب معها السلام. حلو. طيب المساعدة شو بتعني لك؟ المساعدة من التعاون، من نفس الشيء كمان، من هذا الشيء. شو بدي اقول لك يعني؟ مساعدة الجار للجار، مساعدة برضو احنا بدي انا مساعدة العدو، يعني حب العدو. لما انا بدي احب اقاربي شو يعني؟ بدي احب اقاربي، ما انا بدي احب الاقاربي، اما المهم انه احنا نحب اللي بيكرهنا. يعطيك الف عافية، وانا اتفق معك في هالسؤالين.